الدكتور ودون ما نخش ده علاج بالليزر علاج تجميل. Just wait a minute, realizing now that she's Kim Kardashian and Kanye West's child, not happy about that, and making a break for it. The baby is making a break for it, ladies and gentlemen. The baby wants no part of this. Oh no, baby! Baby is getting away with the placenta and making a break for it down the hospital hallway. They've got security and the doctors are after the baby. The baby will not be taken. The baby getting down the staircase. The baby does not, oh no, baby, using the placenta to get into a police car, has hotwired the police car, and is making a break for it. This is big news. Kanye and Kim's baby moving down the highway that looks to be the 405. الأطفال حاجة جميلة وفيديو لطيف يعني بيورينا إزاي بيعلم الأطفال كمان الصغيرين يعني إيه بلاسينتا يعني إيه مشيمة يعني إيه حبل سري يعني فيديو كوميدي تعليمي يعني مش حاجة تانية لكن خلينا نقول إنه رغبة الأم والأب رغبة الأسرة إنه يكون عندهم طفل دي رغبة رائعة رغبة كبيرة جدا وفي حاجات ممكن تقف قدام الرغبة دي تخيلوا اللي ممكن يؤثر ويؤدي الى تاخر الحمل حاجات كتيره جدا النهارده احنا عندنا موسوعه مهمه جدا عن اسباب تاخر الحمل لكن عايزكم ما تستخفوش ابدا بالعوامل النفسيه بالضغوط النفسيه اوعوا تستخفوا بالحاله النفسيه عند المراه في دراسات مهمه جدا قالت ان ارتفاع مستوى الضغوط النفسيه عند المراه السليمه بدنيا قد يؤدي الى تاخر الحمل واتكلمت الدراسة انه في هرمونات دي اتعملت في اكسفورد جامعة اكسفورد في هرمونات التوتر تلعب دور مهم جدا عند الستات وقالت انه كل ما يكون التوتر اعلى كل ده ما يكون من اسباب او عوامل مش نقول سبب مباشر من العوامل التي تؤدي الى تأخر الحمل ده شيء مهم جدا 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 عشان كده الستات اللي عندهم مشاكل في البيت الأسرة كلها عينهم عليها الأسرة كلها بيقولوا لها أنت تأخرت في الحمل للأسرة نقصد بيها بقى أم الزوجة اللي هي مامتها يعني ممكن يكون أختها قاعدة في نفس البيت أخت جوزها قاعدة في نفس البيت البيوت دي لو متدخلة أوي في الحياة وفي تأخر الحمل وبتسأل كتير أعتقد أن الأمور هتكون أصعب كتير النهاردة هنتكلم على سؤال مهم أوي ما هي أسباب تأخر الحمل عند الرجل والمرأة والرجل هنا أيضا موجود معانا في الأسباب فالمرأة ما بتشيلش كل المشكلة لوحدها القصة المثيرة دي هنسمعها من ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بنسعد جدا باستضافته والحقيقة احنا الحمد لله رب العالمين في الدكتور يعني في مجالات كثيرة جدا قمم الأكاديمية الموجودة في الكليات بنسعد انها بتقبل استضافتنا او بتقبل دعوتنا اليوم فواحد من قمم النساء والتوليد في مصر والوطن العربي استاذنا يعني واحد من بنوا الحقل المجهري في مصر والاخصاب المساعد الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح بيجي الكابل او الزوجين اول ما بيجوا لابد من ان احنا ناخد تاريخ مرضي للزوجة وللزوج لقوا انه النكد الزوجي او الاعتداءات ما من الزوجة على مراته اثناء الحمل ممكن يتسبب في وفاة الست نفسها عندهم التصاقات في قنوات فالوب وسببت ان يبقى موجود سائل داخل قناة فالوب مهما عملت الاطفال اللي بيبقى حقل مجهري تلاقي ما بيحصلش حمل شوف الدراسة مخيفة جدا البويضة بتتحط جوه الحضانات إلى فترة من 3 لـ 5 أيام في الفترة دي بيتم مشاهدة الانقسامات اللي موجودة في البويضة البويضة الأول بيحصل لها إخصاب وبعد كده بتنقسم وآخر حاجة اللي هي اليوم الخامس اللي هي البلاستوسيست بنقي أفضل جنين في اليوم الخامس أو أفضل جنين وبنرجعهم عن طريق عنق الرحم إلى داخل الرحم الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة استشاري العقم وأطفال الأنابيب زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتمليد لندن دبلوم أمراض الخصوبة جامعة جنيف سويسرا زميلة الجمعية الأمريكية للخصوبة
زميل الجمعية الأوروبية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى بداية. ضيفنا العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذنا الأستاذ دكتور إسماعيل أبو الفتوح، أهلا بيك يا أستاذنا. أهلا وسهلا. إيه النور ده؟ الله يخليك. عايز أبدأ الأول من حتة النفسية بالذات، واحنا بنتكلم، هل هذه الناحية النفسية فعلا بهذه الدرجة من الأهمية لدرجة إن أكسفورد لا بص، طبعا إحنا لازم نشوف أسباب تأخر الحمل بصفة عامة. أول خطوة في حدوث الحمل عند السيدات هي خروج البويضة في الميعاد بتاعها اللي هو تقريبا اليوم الـ 14 لو الدورة منتظمة، عشان خاطر يحصل لها اخصاب عن طريق قنوات فالوب. لما تخش داخل قناه فالوب بيجي الحيوان المنوي يلقح البويضه داخل قناه فالوب. المنظومه ديت لازم تحصل التبويض في الاول، علشان خاطر يحصل التبويض لازم في هرمونات بتفرز من الغده النخاميه. أيوة. لو في توتر او حاجه ممكن ياثر على افراز الهرمونات اللي من الغده النخاميه من المخ، فبالتالي بتاثر على الاباضه، فبتاثر على اول خطوه في حدوث الحمل اللي هي خروج البويضه من السيد. عشان كده بنلاقي ايه، وقت الاسترس وقت القلق وقت الحاجات دي في اوقات معينه عند البنات بيحصل الدوره ما تجيش خالص او تتاخر. يعني بنلاقي مثلا ايه الاثليتس اللي هم الرياضيات الجامدين جدا اللي هم بيلعبوا جمباز في بعض الدول، بيبقى التمرينات تصل ل 12 و13 ساعه في اليوم وعندهم ستريس طول النهار، تلاقيهم ايه الدوره ممكن تنقطع تماما، يعني الدوره تقعد بالست وسبع شهور ما بتجيش بسبب التوتر والقلق اللي هم موجودين فيه. فعلشان كده بنقول ايه الستريس لو هو سبب الستريس سبب عدم انتظام في الدورة، يبقى هو ده تسبب عدم وجود تبويض، فبالتالي يؤدي إلى تأخر الحمل. وده ده حلها بسيط، يعني نحن نتغلب على موضوع الأرق دوت، أو نقدر نحن نعرفه عن طريق نعرف إذا كان بيحصل إباضة ولا بيحصلش. النقطة الثانية بقى من أسباب تأخر الحمل، في كتير من الستات مش عارفين طبيعة الفسيولوجية للدورة الشهرية أو دورة الشهرية، مش دورة شهرية يعني اللي هو إمتى يكون وقت الحمل المناسب. انت بتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا, جداً. أولا ديت الحاجة الحاجات البيزكس ديت لازم احنا نبدأ نوعي الناس بيها. هو إمتى البويضة بتخرج، إمتى يحصل علاقة زوجية، ده السؤال الشائع اللي تلاقي كل الناس بيقولك فيه احنا ما حصلش حمل مثلا، وتلاقي مثلا الزوج مش متواجد في وقت خروج البويضة عند الزوجة. لأن زي ما احنا عارفين ان البويضة بتخرج تقريبا عند اليوم الـ 12 الـ 14 عند الزوج، بيحصل ان البويضة بتخرج من حاجة اسمها بريانترال فوليكل، توصل لأنترال فوليكل، تخرج البويضة عند اليوم الـ 14 تلتقط الأهداب بتاعت قنوات فالوب، تخش داخل قناة فالوب. الحيوان المنوي لو حصل بقى في اليوم ده، لأن هي البويضة بتعيش من 24 لـ 48 ساعة، لو الحيوان المنوي لو بيعيش تقريبا من يومين لثلاث ايام خاصه بالبويضه في اليوم دوت، ممكن يحصل اخصاب، ممكن يحصل حمل. لو حصل مثلا العلاقه الزوجيه في اول الدوره قبل ما تخرج البويضه، ما مش هيحصل حمل. لو حصلت العلاقه الزوجيه في اخر الدوره، مش هيحصل حمل. عشان كده احنا بنقول ايه ما تجيش الست تقول ان في حصل تاخر في الحمل وهي مش قاعده مع جوزها، غير مثلا جوزها بيجي مره في الشهر، والمره دي عمرها ما بتصادف انها بتكون وقت الدوره المنتصف الدوره الشهريه لوقت التبويض. ما ينفعش مثلا ان الزوجه تكون عندها عدم انتظام في الدوره، اللي هو ما فيش طبعا انتظام في الدوره، ده معناها ان التبويض ما بيحصلش في الميعاد اللي هو ال 12 يوم، تقول ان في مشكله عندها، يبقى لازم الحاجات دي بتتحل الاول علشان خاطر نقدر ان احنا نقول ان حصل تاخر في الحمل. هل برضو العكس لو ست مش عايزه تحمل وتقول لك انا هعمل حساباتي وما خليش العلاقه الزوجيه تحصل في الفتره اللي انتوا بتتكلموا عنها، سيف بيريد، هل دي ممكن تكون مانع طبيعي للحمل؟ هي مانع طبيعي بس الفيلير ريت بتاعه عالي قوي، يعني ما بنقدرش ان احنا نعتمد عليه لو كنا لا نرغب في الحمل. ما يبقاش مثلا واحده عندها خمس عيال ولا حاجه وتستخدم السيف بيريد، يعني فاهمه ازاي؟ هنقول السيف بيريد او فتره الامان اللي موجوده عند السيدات يستخدموها السيدات لو كانوا ما فيش مشكله في الحمل بصفه عامه، بس عايزين يمنعوا شويه. مثلا الكابل متجوزين، لسه متجوزين، ما فيش بقى لهم شهرين ثلاثه وعايزين يمنعوا الحمل فتره، فبنقول لهم استخدموا اقراص منع الحمل. تلاقي الزوجه مقلقه شويه، فممكن انها ما تستخدمهاش وتستخدم السيف بيريد، او عندهم طفل واحد وبيستخدموا السيف بيريد وحصلت غلطه، لو حصلت مش هتبقى مشكله. بس ما يبقاش مثلا ناس عندهم اطفال كتير وعايزين يمنعوا الحمل بيستخدموا بقى حاجات كتيره لمنع الحمل اللي هي متوفره في الاسواق يعني. بالظبط. طب عايز اروح لموضوع تاني مهم، تكيس المبايض. تكيس المبايض
واحد من اشهر دلوقتي المواضيع وموجود في الكتب كلها وموجود في موجود عندنا في الميدل ايست اكتر من اي حته بالظبط كده، انه احد اسباب تاخر الانجاب. اوكي عشان نبقى فاهمين تكيسه المبايض، الجزء الاولاني اللي انت قلته مهم جدا، الفسيولوجيا الفسيولوجيك بروسس، الحاجات الفسيولوجيه اللي بتحصل هي ديت، لازم نشوف ازاي لما ما بتحصلش بيحصل تكيسات المبايض. اللي هو ايه؟ اللي هو بيخرج هرمونات من الغده النخاميه، الهرمونات ديت المفروض ان هي كل شهر بتيجي تخرج كذا واحده من البريمورديال فوليكلز اللي هي الحويصلات اللي موجوده في المبيض، توصلها الى انها توصل لحاجه اسمها انترال فوليكل اللي هي الحويصله السائده، الحويصله ديت بيخرج منها البويضه. اوكي ده الطبيعي اللي بيحصل. الكلام دوت بيحصل انت تقريبا عند اليوم ال 12 ل 14. لما نتكلم على تكيسات المبيض، الحويصلات الصغيرة دي كلها بتفضل في حجمها الصغير اللي هي بري انترال فوليكل، كلها بتفضل في نفس الحجم لدرجة ان يبقى شكلها عامل زي العقد اللي موجود حوالين المبيض، اللي هي حويصلات 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 كلها حوالين المبيض، ولا واحدة منهم بتوصل للمرحلة انها توصل 16 او 18 ملي اللي بيحصل منها خروج البويض. يبقى كل الحويصلات صغيرة، عشان كده اسمها تكيسات على المبيض، كأنها اكياس صغيرة. الاكياس الصغيره ديت بنقول عليها تكيسات على المبيض بخلاف الاكياس. التكيسات ديت معناها ان مفيش اباضه او مفيش تبويض، فطالما مفيش تبويض يبقى الدوره مش هتيجي في ميعادها، معناها ان مش هيحصل حمل، معناها ان الدوره لما بتطول بتنزل الدوره بنزيف في بعض الوقت. في بعض الاحيان السيدات دولت بيكونوا وزنهم زايد شويه، يعني بتحصل اكتر في الناس اللي وزنهم زايد، الاوبيز اللي هم البي ام اي بتاعهم اكتر من 31 وعامل كتله الجسم بتاعتهم كبير بالظبط، اللي هم البي ام اللي هم وزنهم ازيد من اللازم، بتلاقي عندهم هرمون الاندروجين زايد شويه، بتلاقي عندهم هم مشعرين، بتلاقي عندهم شعر زايد في بعض المناطق اللي مش المفروض يكون فيها شعر، بتلاقي الحاجات دي كلها موجوده عندهم. المتلازمه اللي موجوده ديت اللي هي ارتفاع الهرمون الذكوري مع وجود التكيسات على المبيض مع عدم انتظام الدوره، دي كلها اسمها متلازمه التكيسات المبيض. أيوة. وديت بتبقى موجوده في عدد كبير من الناس اللي بيعانوا من تاخر الحمل، وبالتالي لابد من علاجها. العلاج بقى هنا بيبقى اكوردنج لايه؟ بنعالجها ازاي؟ احنا دايما بنقول علاج تكيسات المبايض اكوردنج لايه؟ احنا عايزين ايه؟ يعني ساي مثلا ان واحده عندها تكيسات على المبيض بس لا ترغب في حدوث الحمل. احنا مش مطالبين ان احنا ندي لها ادويه تنشيط تبويض كل شهر، لان احنا كده ما لهاش معنى خالص ان ندي لها ادويه تنشيط تبويض كل شهر، لكن انت خايف على ان بطانه الرحم لو فضلت الاستروجين افكت بتاعها من غير البروجسترون ممكن انها تسبب اضرار فيما بعد، فتيجي كل شهر مثلا تدي لها بروجسترون 10 ايام طول الوقت، هرمون البروجسترون تديه لها لمده 10 ايام كل شهر فينظم الدوره وفي نفس الوقت يحمي بطانه الرحم على انها يجي لها خلايا نشطه بعد كده. لو هي بترغب في حدوث الحمل في الحاله دي بندي ادويه لتنشيط التبويض. وهنا بقى دور الطبيب مهم جدا، ان يختار نوع الدواء اللي هو هيديه للمرضى اللي عندهم تكيسات المبيض. يعني ايه؟ واحدة وزنها زايد غير واحدة رفيعة، واحدة عندها تكيسات كتيرة غير واحدة تانية عندها تكيسات من درجة تانية، لان في الاخر خالص احنا بنخاف ان يحصل فرط تنشيط ويحصل ولادة التوائم والحاجات دي كلها. انت ممكن تدي تلاقي مثلا عندك حصل حمل في 4 5 توائم، ولابد من لما نيجي ندي تنشيطات التبويض ان احنا نعمل متابعه للتبويض، لان كتير قوي احنا ممكن ندي لها مثلا الانيشال دوز الجرعه المبدئيه وما يحصلش استجابه، واحنا نعتقد انها اخذت الجرعه وما حصلش حمل، لا ما حصلش استجابه اصلا. فاحنا لازم في الحاله اللي زي كده ندي الجرعه الاولانيه وبعد كده نتابع بعد 7 ايام، بعد كده نبص لو حصل استجابه يبقى ممكن نكمل على نفس الجرعه، لو ما حصلش بنزود الجرعه شويه وهكذا لحد ما نصل الى الاباضه اللي هي بنعرفها عن طريق الاشعه التلفزيونيه او عن طريق تحليل البروجسترون في اليوم ال 21. عايز اعرف مع التكيسات المرض الشهير ده، هل حقن المجاري نسب نجاحه بتتاثر تاثر كبير ولا بتتاثر تاثر متوسط؟ مهم قوي. وهل في مضاعفات تحصل؟ ده السؤال الثاني اللي لازم تساله لي. لان هي دي السؤال ده مهم قوي. ان كتير قوي من السيدات، لان زي ما انا قلت لك ان منتشر موضوع تكيسات المبايض في الميدل ايست عندنا في الشرق الاوسط في
في الدول العربية كتير قوي أزيد من الأماكن التانية، فبالتالي هو مرض شائع عندنا. فإحنا لابد على الطبيب إن هو يعرف كيف يتعامل مع السيدة اللي هي جاية له عندها تكيسات على المبيض، سواء هتحمل بطريقة بالصورة التقليدية أو عن طريق الحقن المجهري. لأن لو هي هتعمل الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب، في بروتوكولات معينة مخصوصة للمرضى اللي عندهم تكيسات المبيض، وفي بروتوكولات لازم تكون وقائية بعض الشيء من فرط التنشيط. يعني العلم قدم لنا الفرصة ان احنا نقدر ناخد كذا بويضة ونقدر ان احنا نخصبهم خارجيا، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نحافظ على السيدة اللي هي بتعمل العملية ديت او بتعمل عملية الحقن المجهري ما يجيلهاش فرط التنشيط، لان فرط التنشيط دوت ممكن يبقى فيه استسقاء في البطن، ممكن يحصل فيه مشاكل تانية، حالة طبية خطرة. فاحنا حاليا بقت البروتوكولات كلها الناس اللي عندهم تكسير المبيض بنعملهم حاجة اسمها انتاجونس بروتوكول. البروتوكول دوت ان احنا بندي أدوية التنشيط الطبيض وبندي تريجرينج بدواء معين ونجمد البويضات أو نجمد الأجنة كلها. فلما بنجمد الأجنة نقدر إن إحنا بعد كده بالطرق التجميد برضو اللي التكنولوجي اديتها لنا دلوقتي اللي هي اسمها فيتريفيكيشن، قدرنا إن إحنا لما نيجي نجمد بنجمد الأجنة لدرجة إن إحنا لما بنيجي نرجعهم بعد كده نسبة الحمل بتفوق نسبة الحمل بالطريقة الطبيعية. فإحنا بنجمد لها وفي نفس الوقت بنقيها من فرط التنشيط، وفي نفس الوقت بنضمن ان نسبه الحمل بتكون زايده. حلو قوي ده. يبقى اذا احنا بنشتغل باسلوب متوازن مع الحاله دي، باسلوب الحذر جدا. لازم لان انت لو انت شفت اللي هم الناس اللي هي ما بتاخدش بالها قوي وممكن السيدات يجي لهم استسقاء في البطن ويجي لهم حاجات وممكن هم يخشوا الاي سي يو، بنحاول نقي طبعا. الوقايه طبعا مستحيل انك تقي 100%، لكن يعني بقدر الامكان انك تقي من ان حاجه زي كده تحصل. يعني هروح بقى للسائل المنوي عند الزوج عشان ما سيبش الراجل يعني. طبعا عشان برضو احنا لسه في مجتمع لغايه دلوقتي الست بتلام في تاخر الانجاب كتير، رغم ان الراجل ممكن هي الملامه الوحيده على فكره. حتى لو راجل رغم ما احنا عمالين نتكلم في القصص يعني الراجل امتى نقول ان السائل المنوي بتاعه عنده مشكله تستدعي فعلا حقن مجهري؟ احنا بنعمل تحليل السائل المنوي للزوج، بنقدر ان احنا نعرف اذا كان في مشكله عنده ولا لا، ودي حاجه سهله جدا. بنخلي الزوج يجي 3 ايام ما يكونش من 3 ل 5 ايام ما يكونش حصل علاقه زوجيه، يجي بدنا لنا جزء من المنيه عنده، بنقدر ان احنا نحلله. بنشوف اولا الكميه قد ايه، بنشوف اذا كانت الكميه الكونسنتريشن يعني الكثافه قد ايه، بنشوف اذا كان في حركه جيده ولا الحركه مش جيده، نشوف اذا كان في حيوانات منويه مشوهه ولا لا. كل البارامترز ديت المفروض ان الطبيب بيكون عارفها. وفي حاجه اسمها WHO كرايتيريا، منظمه الصحه العالميه منزله كرايتيريا. الكرايتيريا ديت بتقول اذا كانت مطابقه السائل المنوي ده للكرايتيريا بتاعت النورمال او الطبيعي السائل الطبيعي ولا لا، وديت المقارنه اللي احنا بنقارنها دايما. لو لقينا ان السائل في مثلا مشكله في الحركه، في مشكله في العدد، في حاجه كده، بيحال الى طبيب الذكوره. ودوت اللي موجود عندنا طبعا لما بنيجي نتكلم عند في مستشفى بدايه ان الحاجه متكامله، فبنبعت المريض من الطبيب النساء يبعته لطبيب الذكوره يشوف هل يستدعي الموضوع العلاج ولا يستدعي ان احنا نخش في موضوع الاخصاب المساعد. في بعض الاحيان زي ما انت في موجود على الشاشه هنا ممكن يبقى ازوسبيرميا اللي هو الجزء اللي على اليمين ما فيش ولا حيوان منوي، وده بيحصل في عدد من الحالات ما فيش حيوانات منويه. هنا بقى يبقى يستدعي ان احنا نبقى نحاول ان احنا نشوف هل في حيوانات منويه موجوده في الخصيه عند الزوج دوت ولا لا. لان بالطرق الحديثه اللي هي اكتشفت بعد سنه 92 اللي هي الحقن المجهري، بقى في مقدرتنا ان احنا نستخلص الحيوانات المنويه من الخصيه نفسها، ونقدر ان احنا نحقنها دايركتلي جوه البويضات. فبقى عندنا فرصه لحدوث الحمل حتى للمرضى اللي ما عندهمش ولا حيوان منوي داخل السائل المنوي. فديت ادتنا فرصه جدا كويسه جدا ان يحصل حمل عند هؤلاء السيدات. الراجل بيبقى عنده تخوف من عمليه الاستخلاص. بص هو في الاول بيبقى كان عندهم تخوف وناس قلقانه وبتاع، بس احنا القصه كلها بنعملها بشكل يومي ومفيش اي حاجه بتتاثر، والزوج بيخرج في نفس اليوم. بالذات لو كانت المشكله عند الزوج يبقى الافضل لنا ان احنا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا ناخد العينه، وكتير قوي من بعد ما ناخد العينه بنجمد له كذا مره. يعني احنا عندنا حالات كتيره جدا جم حملوا من اول مره عن طريق اخذ عينه من الخصيه والزوجه حملت،
بعد كده ما احتاجناش ان احنا نعملها مره ثانيه، اللي احنا بنجمد له في كذا سترو، بنجمد له الحيوانات المنويه اللي اخذناها من الخصم بنجمدها له على كذا سترو، ممكن نستخدم السترو مره ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا، وعندنا حالات كثيره جدا حملوا بالطريقه ديت يعني. عظيم. عندي سؤال بقى في الفيسبوك، سؤال مهم وبرضه بيعبر عن تفكير الرجال فيما يتعلق بمشاكل خاصه بالحيوانات المنويه. تعالوا نسمع الفيسبوك. بتقول انها متزوجه من سنتين ولم يحدث حمل حتى الان، علما بان كل تحاليلي كويسه، لكن زوجي يعاني من تشوهات في الحيوانات المنويه تصل نسبه التشوهات ل 97%. هو يرفض اجراء عمليه الحقن المجهري، وبتسال هل ممكن حدوث حمل طبيعي ام لا؟ كذا نقطه في الموضوع. هو طبعا احنا لازم الاول، اول ما نشوف حاله زي كده لابد من اعاده التحليل كذا مره عشان نشوف هل التحليل يفضل موجود كده ولا لا. احنا بنقبل لحد 95% ممكن تشوهات دلوقتي اللي ممكن يحصل حمل بطريقه طبيعيه وممكن يتحسن ويحصل حمل بطريقه طبيعيه. لكن اللي احنا بنقوله ان احنا في الحالات اللي زي كده دايما ما نتاخرش قوي لحد ما نصل الى حدوث الحمل. يعني حتى لو هو تعالج الزوج وما حصلش حمل مش هنعتبرها انها مشكله عند الزوج، زي ان هو تعالجه بقى كويس وبرضه ما بيحصلش حمل. وده الحاجات دي بتيجي كتير قوي يعني. يعني ايه الحاجات اللي احنا بنتضايق منها قوي؟ الاطباء واللي بيقعدوا ياخروا في المرضى ان هم يتعالجوا على اساس ان هم يعالجوا الزوج. يعني كتير قوي بنشوف دكاتره طبعا ما هماش عندهم علم او ما تفهمش بيعملوا ايه، ان هم يجي المريض متزوج من زوجه عندها مثلا في اواخر الثلاثينات ويبقى الزوج عنده مشكله، يبدا يعالج الزوج مثلا لمده 4-5 سنين ويديله امال ان هيحصل حمل بطريقه طبيعيه، وكل ما يحصلش يقول له لا بتحسن السائل المنوي، مثلا تحسن السائل المنوي بدل ما كان مليون بقى 2 مليون، بقى 2.5 مليون، ما هو برده كل دوت مش هيحصل حمل، ويستنزف الفلوس وكل حاجه، وفي الاخر خالص حرمه من فرصه ان يحصل حمل عن من الزوج على طول. ففي الحالات اللي زي كده احنا بنقول دايما لازم المرضى دول يروحوا الاماكن المتخصصه يكون فيها طبيب النساء وطبيب الذكوره، ويبقى معروف ان في بروتوكول معين، ودايما المريض انا بطالبه ان هو لما يجي يقعد مع الطبيب يطلب منه خطه العلاج. يعني خطه العلاج من ايه؟ من الاول خالص يقول له احنا هنمشي ازاي؟ هل هنمشي بالطرق التقليديه؟ الفتره اللي هنمشي بيها بالطرق التقليديه قد ايه؟ وكم محاوله هنعملها؟ ولو ما مشيتش ايه الحاجه اللي احنا هنعملها؟ ونمشي ازاي بالاطفال الانابيب او الحقن المجهري ونسب النجاح؟ ولابد ان الموضوع دوت يكون واضح جدا قدام كل مريض عشان خاطر ديت الحاجه اللي بتساعد ان الوقت ما يضيعش. ان احنا ليميتد للاسف في الريبرودكشن او في الاخصاب، احنا ليميتد بعمر معين. يعني ما ينفعش ان في اي عمر بيحصل اخصاب، كل ما كان السن صغير كل ما نسبه الخصوبه بتزيد عند الزوجه بالذات. فما نقدرش ان احنا نضيع الوقت في حاجات ما بتجيبش نتيجه، في محاولات ما هياش افكتيف قوي يعني. عندي صور وتعليقات. صوره التعليق هي بنحط حضرتك صوره بتصرفاتنا، يعني حركاتنا اللطيفه فيها اكيد صور سلبيه كتيره يعني. أوكي. يعني معظم الصور اللي احنا بنجيبها سلبيه بصراحه. فنشوف الصوره الاولانيه التي تعبر عن التصرف سلبي اكيد. قهوه كتير، شاي كتير، نسكافيه كتير. بص احنا دايما بنقول الحاجات ديت في اي وقت الحاجات دي بالمعقول كويسه، احنا ما بننصحش انها تتاخد بكثره. يعني كوبايه او كوبايتين قهوه في اليوم ما فيش فيهم مشاكل خالص بالنسبه لحدوث الحمل مع الحمل نفسه ومع الحمل كمان. ما فيش مشكلة خالص. طيب يعني الصوره اللي بعدي، خلاص نسكافيه ومجات وكله حاجه حلوه. الصوره اللي بعدي صوره ثانيه بقى غير دول، واحنا خلاص خدنا 3 صور. شباب هو ده بقى مهم قوي ان احنا نعرف التدخين. طبعا راجل وست لازم نعرف التدخين عند الزوج والزوجه الاثنين بيأثروا على حدوث الحمل. وكل الدراسات اثبتت ان تبطيل الزوجه للسجاير وتبطيل الزوج للسجاير بيزود فرصه حدوث الحمل بالطرق الطبيعيه، وبيزود فرصه حدوث الحمل عن طريق اطفال الانابيب او الحقن المجهري. وبالتالي احنا دايما بننصح اي زوجين داخلين ان هم يخشوا في تجارب زي اطفال الانابيب او الحقن المجهري ان هم يمتنعوا عن التدخين. ولو حصل حمل احنا بننصح برضو الزوجه انها ما تكملش على السجاير، يعني لان حتى لو هي معروف ان بتسبب تاخر في نمو الطفل
يعني بتأثر سلبيا على صحة الزوجة وعلى الجنين نفسه، لأن لما هو نفسه نموه بيكون أقل شوية بنضطر ساعات نلجأ للولادة القيصرية، ممكن نلجأ إن احنا نولد ولادة مبكرة، الحاجات دي كلها. فبننصح السيدة إنها تمتنع عن التدخين في وقت الحمل ووقت قبل حدوث الحمل اللي هو في الاستعداد للحمل برضه. يعني نورتنا وشرفتنا، الله يخليك، وسعيد بهذه الزيارة وأضفت لنا الكثير، وأنا بشكرك فعلا لأنك أضفت الكثير للإعلام الطبي المتمثل فينا احنا في القاهرة والناس. وأعتقد أنه نقلتنا لأعلى مستوى ممكن من الاستضافة في عالم النساء والتوليد ومنتك معنا. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، أستاذ الخصوبة والحقن المكاري بمستشفى بداية، الصرح الأكبر طبيا للخصوبة وأطفال الألبي في مصر والشرق الأوسط، في عالم الإخصاب المساعد والحقن المكاري طبعا مركز عالمي متميز للغاية أو مستشفى عالمي متميز للغاية، نستطيع أن نفخر بها على مستوى السياحة العلاجية. الإعلام الطبي المنضبط قدم كثيرا جدا للسياحة العلاجية، وفي فارق كبير بين إعلام طبي منضبط وإعلام مش إعلام أي حاجة تانية بتقدم الطب في صورة غير منضبط. ده محتاج نقف قدامه كثيرا جدا لكي نشرحه للناس، لكن الوقت قد ذهب، ولكن يبقى لحواري تكملة وإضافة كبيرة، ولكن خليكم مع الدكتور.